ما حكم مؤخر الصداق وتوقيت سداده؟ لا بأس بكتابة مؤخر الصداق، فالصداق يجوز أن يكون نقدا ويجوز أن يكون عينا نقدا أو عينا، ويجوز أن يكون مقدما ويجوز أن يكون مؤخرا. ومن كتاب الله في جواز الصداق المؤخر: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أي أعطوهن نصف ما فرضتم، أي أنه لم يكن أعطاها الصداق عند العقد. وأيضا فقد قال ربي سبحانه وتعالى في شأن الرجل الصالح، قال أي الرجل الصالح: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فهي مستقبلية، الإجارة مستقبلية.